شو واقع انت عندك اللي بغيتي السيد العامل وصل البروتوكول ديال حفل وطني للمسيره الخضراء؟ شو واقع عندك انت؟ بغيتي العامل في البروتوكول لاش بغيتي فداك التوقيت؟ هذا راه خرق للبروتوكول. لاش بغيتي العامل؟ لاش بغيتي العامل؟ بغيتي العامل عنده مكتب والكارثه هو انت راك في حمله. خلي دوك الناس يديروا الحياد ديالهم. دوك الناس كيديروا الحياد، هادوك الناس كيديروا الحياد. كاينين مرشحين وسطكم، وسطكم داخل المجلس الترابي اللي عندهم ولادهم في السلطه او لاعوان سلطه، وكاينين مرشحين وسطكم اللي كاينين عائلتهم في السلطه، وحتى شي واحد ما تدخل، وحتى شي واحد ما تطاول على الحق ديالكم الدستوري ديال انكم ديروا العمل السياسي، وحتى شي واحد ما تطاول على حقوقكم الدستوريه، وحتى واحد ما تطاول على القانون التنظيمي عدد 13114 اللي كينظم لكم انكم ديروا حمله انتخابيه وانكم تنتخبوا الرئيس وكاتب المجلس بجلسات علانيه. هنا السياسه حتى مع الخطاب الملكي، السياسه حتى مع الخطاب الملكي، وهذا هو الكارثي، وهذه الطامة العظمى. واش خطاب ملكي وحفل الانصاف ديال خطاب ملكي وما تحضرش لانك باغي دير سياسة؟ ما تحضرش الخطاب ملكي لانك باغي دير سياسة وكتصيفط وكيل ديال اللائحة او لا هذاك اللي متزعم الكليكا، ديك المجموعة اللي جمعتي، ديك المجموعة اللي جمعتي اللي مزعمه هو اللي جا واحد المرشح جا وكاع دوك الناس اللي راهم معاه. مرشح ما جاوش، مرشح جاو شي وحدين وشي وحدين لا، ويولي السيد اللي مكلف بالبروتوكول يمشي حتى اللور باش يجيبك باش تجلس في المكان المخصص لك. كان ما شابكش هذاك السيد ديال البروتوكول راه لا اله الا محمد، يعني غتستعمل ضده انت شي حاجه اخرى؟ غتقول لهم هاد الناس هادو ما عطاوناش فين نجلسوا ولا ما خصوش لينا الاماكن، كما قلتوا قبل انكم ما كتستدعوش للقاعه ديال 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 العماله وما كتستدعوش للحفل ديال الانصار باش ما يتحددش الجرم، ودوك المعالم ديال الجريمه ما يتجمعوش، والاركان ديال الجريمه ما يتجمعوش. شنو بداو كيستعملوا؟ ان قالوا لهم تفرقوا، كل واحد يمشي عند شي واحد من عائلتو ويبعدوا على المدينه، ما دخلوش المدينه، التليفون سكتوا. تنين بالانتخاب هما الاعضاء هما المستشارون ما كاينينش في المدينه. هاد الناس باش غيديروا انتخابات كي غيديروا لها؟ ها هو ما كاينش تواصل، المرحله اللي فيها التواصل وخاص المرشح المرشحين معا يتواصلوا مع هذا المستشار ومع هذا المنتخبين ما نخوهمش. ولا واحد ما لاقيش المستشارين، واحد ما لاقيش واحد الواحد واحد واحد العدد هاد الشيء، واحد ما لاقيش واحد العدد لهاد الشيء، فين هما هاد المستشارين؟ مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الافاضل، مشاهدي الصرح الكبير للاقليم الافقي بن صالح، مغاربه العالم، الصرح الجهوي وكذلك الصرح الوطني، اهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا السوجي، من خلال هذا المحتوى من الفيديو وكذلك هذا الاسترسال. نعم انه الاسترسال فيما يتعلق بخروقات، خروقات كذلك جرائم، انها جرائم يعرفها المشرع المغربي بعيدا عن البروباغندا، بعيدا عن البروباغندا ديال البوليتيك وديال البوليميك وديال جميع الامور اللي كتستعمل عند هاد السياسيين ديال 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 المغرب وعند الهيئات السياسيه وعند السياسيين بالعالم. اغرب ما شاهدته ام العين هو ما يقع اليوم بالمدينه ديال الفقيه بن صالح وانتخاب وريث جديد لمحمد المبدع بالعربيه، باش نكونوا واضحين، لان الامور اللي ولينا كنشوفوا ها هنا بالمدينه الفقيه بن صالح خرجات على الخط الاحمر، خرجات على جميع الحدود وليميت اللي هما مسطرين عند الساده ديال الهيئات السياسيه وديال المنتخبون وديال المستشارون وديال هاد الناس اللي كتمثلهم الكتله الناخبه. هاد الاخيره هي الضحيه، هي الضحيه في هاد المدينه ديال الفقيه بن صالح.
يعني غريب ما يقع. باش نشوفوا اليوم ان السلطات ديال الوصايه والسلطات الاقليميه بغات تبلغ الاستدعاء، وكما سبق وشرت له في واحد السجي اللي هو قبل يومين ان اعضاء غادروا المدينه. السلطات بالامس كطمئنا على اساس ان على ان المستشارون كاينين في المدينه، وراه تم استدعائهم للحضور للخطاب الملكي السامي بالمناسبه ديال الذكرى 48 اللي كنهنئوا السده العاليه بالله، وكنتقدموا بالاواصر ديال الطاعه وديال الولاء للمؤسسه الملكيه ولامير المؤمنين والاسره العلويه وكذلك للشعب المغربي هذا العرس وهذا الاحتفال الوطني الكبير. نعم، بالنسبه لهذا الامر هذا لم يتاتى مع كامل الاسف تكلمت عليه السلطات هنا في مدينة الفقيه بن صالح. سمعنا ان السلطات استدعت هاد المستشارين نظرا لانهم ما كيحضروش الخطاب الملكي بالعربيه، ما كيحضروش يعني نفس الاشخاص نفس الاسماء نفس، ولو ان تستعمل معاهم ما عرفت شنو تستعمل، تستعمل جميع ما يمكن استعماله قبل يعني الخطاب السامي المولوي هذا ديال المسيره الخضراء المضفرة، وهذا العرس الوطني الكبير تخلف 35 عضو يعني المجلس كله المجلس كامله، إلى درجة أن حتى شي واحد ما انتبه لهذيك الفاجعة وهذاك المرض وهذيك الكارثة الكبرى اللي وقعت في الردهات ديال القاعة الشرفية الكبرى بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح. يعني عيد العرش ذكرى 23 لتربع امير المؤمنين وحامي هما المله والدين والقائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه واركان الحرب العامه وقائد الدوله الامه، وكيتخلفوا 35 بهم ما حضر حتى شي واحد، فقط ان صحفي ها هناك بديك القاعه انتبه لهذاك الامر وتقاسم هذه المعلومه رفقة الجمهور. ولحدود الساعه وهو كيعاني هذاك الصحابي كيعاني من هذيك المعلومه اللي تقاسمها واللي نشرها مع المواطنين. علاش سيدي قلت راه حنا ما جيناش، حنا راه ما تسدعيناش، وصبرت وابتلعتها، وكاين اللي فيهم مشى بعيد انه خرج كيهدد وراه غادي نمشيو للقضاء خلك، وراه غادي نمشيو ونمشيو ونمشيو، والتهديدات والتهديد في الهاتف ومجموعه من الامور. هادشي ما كيهمناش، هادشي عادي وجاري به العمل بالمغرب، ما كاين حتى شي مشكل. داكشي اللي وقع للصحفيين على الصعيد الوطني والدولي واللي كيوقع دابا في حق رجال الاعلام ورجال الصحافه، لا اله الا محمد رسول الله، راهم كيتقتلوا كاع في الدول اللي فيها نزاعات وفيها مشاكل. الامر هو انه غادي يتكرر الغد غيتكرر، يعني الذكرى 23 ديال عيد العرش تحيه العالم الغد في الصباح. قال لك اسيدي عاوتاني لم نتبلغ، ما تبلغوش قال لك وعيري شويه، مشينا عند الساده ديال السلطات الاقليميه استفسرنا هذا الامر، قال لك اسيدي استدعيناهم باش المدينه، قال لك استدعيتهم ما كيبغيوش يجيو. سقسي هذا الراجل هذا وهذه المؤسسه ديال باشا المدينه، سقسي يعني الاداريين والساده ديال الاداره الترابيه باشويه المدينه، قالوا مش هاد الناس كانوا كيمشيو لانه عاد حديث العهد بهذه المؤسسه، قالوا ما كانوش كيمشيو، يعني الناس اللي راهم تما بحال الساده ديال الاداره الترابيه اللي كاين في البشويه واللي كاينين في السلطات الاقليميه، قالوا ما دوك الناس راه ما كانوش كيحضروا، كان استدعيوهم وما كيجيوش الا من رحم ربك، الا من رحم ربك، يعني اللي رشقات له راه كيجي، يعني حتى ترشق له ولا ما ترشقلوش، يعني عندهم شي حاجه اللي لا اله الا الله محمد رسول الله، يعني سكتنا التعيينة، ولكن هادشي بزاف. اليوم وبعد العيد وبعد العرس الوطني تم استدعاء ال 35 عفوا 34 لأداء الكلمة ديالو في حقه، تم استبداله بعضو آخر
واحد باقي ما خدش العدالة وما قادش العدالة الكلمة ديالها، مازال العدالة ما قادش الكلمة ديالها بحقه اللي هو الرئيس المعزول قبل أسبوع أو أسبوعين. هو الرئيس المعزول بالقاعة الكبرى الشرفية، حضروا واحد 8 ولا 9 من أصل 35 عضو، فيهم جوج ديال المرشحين ديال المجلس الترابي ديال المدينة ديال الفقيه بن صالح الحالي، اللي راهم في واحد الحالة ديال الحملة الانتخابية، ولكن هذا نداء وطني، هذا نداء الوطن، استدعانا الوطن واستدعتنا الأجهزة الرسمية، وهذا عرس وطني وهذا عيد وطني. غادي 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 تمشيو وغادي تلتحقوا بحفل الإنصات الذي يرأسه السيد عامل إقليم الفقيه بن صالح والمؤسسة ديال عامل إقليم الفقيه بن صالح بالقاعة الكبرى، غتلتحقوا بالقاعة وغتسمعوا الخطاب. فعلا فعلا جو هاد الناس، جو هاد المرشحين للقاعة وجاو باش يحضروا الحفل ديال الإنصات، وجاو فيهم اللي جا تقريبا واحد 10 ديال الدقائق ولا 14 دقيقة قبل، وفيهم اللي جا في ذاك الوقت بدل ضائع، يعني حتى كان الخطاب الملكي السامي مع 8:30 كاين اللي فيهم ما جا حتى 8:25 دقيقة، ماشي مشكل ظروفه ولا طريق عامرة ولا ماشي مشكل، حنا ما عندناش مشكل هنا، أرانا نشوفوا المشكل اللي كاين كبير. المشكل اللي كاين كبير هو التخلف ديال تقريبا أكثر من 20 عضو، تخلفات أكثر من 20 عضو على القاعة، فيهم اللي في حالة ديال الاختفاء كما سبق وقلت، كاينين فيهم اللي حالة اختفاء وما عارف فين مشاو، ما كاينينش في المدينة، تليفونات ساكتين، تيتصلوا السادة ديال الإدارة الترابية كيعيطوا يعني المستشارين الزملاء ديالهم باش يستفسروا على فين مشاو، الله أعلم ما كاينينش. هنا السياسة حتى مع الخطاب الملكي، السياسة حتى مع الخطاب الملكي، وهذا هو الكارثي، وهذه هي الطامة العظمى. واش خطاب ملكي وحفل إنصات ديال الخطاب الملكي وما تحضرش لأنك باغي دير السياسة، ما تحضرش الخطاب الملكي لأنك باغي دير السياسة وكتصيفط وكيل ديال اللائحة أو لا هذاك اللي متزعم الكليكا، ديك المجموعة اللي جمعتي، ديك المجموعة اللي جمعتي اللي متزعمة هو اللي جا، واحد المرشح جاو كاع داك الناس اللي راهم معاه، مرشح ما جاوش ومرشح جاو شي وحدين وشي وحدين لا. خطاب ملكي سامي طامة العظمى، والكارثي هو انه ما كاينش في المدينة هاد المرشحين، السادة المرشحين واحد ينتمي لحزب، واحد كينتمي لحزب اخر طبيعي باش نوضحو شي ما بقى فيه ما يتخبى، واحد ينتمي لحزب الاحرار وواحد ينتمي لحزب الاستقلال، زوج الاعضاء ما كاينينش في المدينه. استفسرنا السلطات على الاعضاء فين مشاو، قال لك لا سيدي راه غير مسكتين التليفونات ولا يمكن راه كاينين غير في المدينه، لان هناك ما يفيد على انه كاينين في المدينه، ما كاينينش في المدينه. السبعه خاصه واحد السبعه ديال الاعضاء ما كاينينش في المدينه، وبدا العدد كيرتفع، بمعنى ان الاعضاء في حاله ديال الاختفاء. واحد قال لك سيدي راه هو افتادلا عند الاخت ديالو، واحد قال لك سيدي راه مشى لشي مدينه في الغرب، واحد قال لك سيدي راه ما عرفت فين مشى، يعني باش ما يتحددش الجرم ودوك المعالم ديال الجريمه ما يتجمعوش، والاركان ديال الجريمه ما يتجمعوش. شنو بداو كيستعملوا؟ ان قالوا لهم تفرقوا كل واحد يمشي عند شي واحد من عائلته ويبعدوا على المدينه، ما تلقاوش المدينه، تليفون سكتوا. شوفوا معايا، شوفوا معايا اش اللي وقع كارثي، هو ان بعض الناس
تخيلوا معايا ان بعض الناس خرجوا في هاد اليومين بمجموعه من التصاريح وبمجموعه من الخرجات ما كتعرفهمش المدينه كاع، المدينه ما كتعرفهمش. يعني هناك من يؤجر من يهاجم هاد المرشحين معنيين بالانتخاب، هما الاعضاء هما المستشارون ما كاينينش في المدينه. هاد الناس باش غيديروا انتخابات كي غيديروا لها؟ ها هو ما كاينش تواصل، المرحله اللي فيها التواصل وخاص المرشحين معا يتواصلوا مع هاد المستشارين ومع هاد المنتخبين ما لقاوهمش. ولا واحد ما لاقيش المستشارين، واحد ما لاقيش واحد الواحد واحد واحد العدد هاد الجهه، واحد ما لاقيش واحد العدد لهاد الجهه، فين هما هاد المستشارين؟ دابا بالنسبه لهاد المرشحين بغاو يديروا الحمله الانتخابيه، غير بيني بينكم انا اللي كنعرف حمله انتخابيه كتكون علانيه، كيتواصلوا الناس. بالنسبه ليهم هما هنا في الفقيه بن صالح كاين انتخاب ديال الرئيس، هنا الدعوه موجهه للسلطات، لان السلطات ممتلئه بسيد باشا المدينه. سيد باشا المدينه دير خدمتك، دير خدمتك طبقا للقانون تطبيقا للقانون، والخطير في الامر، الخطير في الامر هو ان احد المرشحين خرج وكيستعمل اسماء ديال الناس في القضاء، اسماء نافذه على الصعيد الوطني واسماء ديال شخصيات بارزه في الجسم القضائي، وكيستعملها لتهديد بعض الاعضاء وبعض المستشارين، وكاين اللي استعمل اسماء ديال بعض الوزراء لانه ينتمي للقياده ديال الهيئات السياسيه بالمغرب وله يعني نفوذ، وهو بدا كيستعمل النفوذ. هنا الامر بدا كيخرج على السيطره هنا بالاقليم، يعني باش واحد مرشح يبدا يستعمل النفوذ والضغوط على بعض المستشارين وبعض المنتخبين من اجل التصويت، الا كان غيصوت راه خصو يصوت باريحيه، يصوت مرتاح، يصوت بواحد الحريه، يتبع حقه الديمقراطي بواحد الديمقراطيه تكون واسعه الحريات، خصو يدخل للقاعه ويكون تيحس بنفسه انه يمثل الكتله الناخبه، وغادي يهز اليد ديالو وهو مرتاح بالقاعة الكبرى بعمالة الإقليم. شوفوا معايا واحد الواقع على إله إلا محمد رسول الله، أحد المرشحين ما بغاش يجلس الأماكن المخصصة للمنتخبين، فين مشى جلس؟ جلس في الأخر ديال القاعة. وشوفوا معايا ما بغيتيش تجلس حدا المنتخبين، حقك هذاك، ولكن المؤسسات اللي كاينين تما، كاينه مؤسسات العامل، كاينه المؤسسات القضائيه، كاينه المؤسسات اللامركزه، كاينين الساده ممثلي الاداره الترابيه، كاينين الساده ممثلي الامن، قياديين في الامن والسلطات الاقليميه والسلطات ديال الامن والرؤساء ديال المقاطعات الامنيه، كاينين الساده ممثلي الدرك الملكي، كاينين الساده ممثلي الدفاع، كاينين الساده ممثلي القوات المساعده، كاينين الساده ممثلي الوقايه المدنيه، كاينين الساده ممثلي الصحابه والجسم الصحفي، كاينين الساده المندوبون ديال الوزارات الممثله بالاقليم. هادو مالهم هادو توم؟ ما بغيتيش تجلس حدا المنتخبين، جلس حدا شي واحد ديال يعني في الاماكن المخصصه، ترجع اللور الاخر ديال القاع ويولي السيد اللي مكلف بالبروتوكول يمشي حتى اللور باش يجيبك باش تجلس في المكان المخصص لك. كان ما شابكش هذاك السيد ديال البروتوكول راه لا اله الا الله محمد، يعني غتستعمل ضده انت شي حاجه اخرى، غتقول لهم هاد الناس هادو ما عطاوناش فين نجلسوا ولا ما خصوش لينا الاماكن. كما قلتوا قبل
انكم ما كتستدعوش القاعه ديال 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 العماله وما كتستدعوش الحفل ديال الانصار. طارت معزة، يعني طارت معزة. كما كان الحال خاصك انت تستعمل السياسه مع كل شيء. هذاك راه ممكن اداره ترابي ما عنده علاقه بالسياسه، كديروا السياسه بيناتكم وبعدوا على الناس ديال السلطات، وبعدوا على الناس ديال المصالح الامنيه، وبعدوا على الناس ديال الاداره الترابيه، وبعدوا على السيد باشا المدينه، وبعد على دوك الناس اللي كاينين فوق في الرباط اللي كتستعمل باش تضغط على الساده المستشارين، وبعد على دوك السلوكات الاخرى اللي بلا ما نذكرهم. الكارثه العظمى ديال هاد الناس هما ما وقروش حتى الحرمة والوقار المانوط بمستشار جماعي والمانوط بمستشار ديال المجلس الترابي ديال المدينة الفقيه بن صالح للمؤسسة الملكية ولشخص المؤسسة الملكية ولحفل الإنصاف وللخطاب الملكي وللبروتوكول العاملي وللسيد اللي كترأس هذا السيد ملي كيدير في البروتوكول وسال سيدنا امير المؤمنين الخطاب الملكي واستمعوا الناس خرجوا المواطنين والساده ديال الاداره الترابيه والساده ديال الامن والساده ديال المندوبون والساده الحضور خرجوا كيسلموا على السيد العامل والسيد العامل منتصر دوما ودائما خلال هذا الحفل تنتصر يعني لهذا البروتوكول. وجميل جدا يعني هذاك البروتوكول وتم وسبق لي انني نقلته بالفيديو بالامس الا واحد اللقطه اللي دار هذا المستشار انا قطعتها. هذا المستشار هذا المرشح قطع واحد اللقطه لان لا اله الا الله محمد رسول الله لا تصل البروتوكول العاملي ولا تصل الوقار ولا تصل هذاك اليوم اللي هو عزيز عند المغاربه والعرس والاحترام المنوط بهذيك المؤسسات وبالمؤسسه الملكيه وبحفل الخطاب حفل الانصات عفوا للخطاب الملكي السامي ولهذيك القاعه اللي كتحتضن هذاك الحفل الكبير عند المغاربه وعند المواطنين. تخيلوا معايا جا قولوا لي جا باش يتصيفط مع السيد العامل وقالوا السيد العامل راه بغيتك في ذاك الوقت فاش الناس بداو تينصرفوا جا باش يعني يسلم على السيد العامل وينصرف في الحال السبيل ديالو قال السيد العامل بغيتك في ذاك الوقت. السيد كاين الطابور يعني ذاك الصف اللي كيديروا الساده ديال الاداره الترابيه وديال الامن والمنتصرين لهذاك البروتوكول لان جميل جدا ان الراجل عامل يقلب الفقيه بصالح المؤسسه كيفاش كيدير في ذاك البروتوكول وكيفاش الناس كيفرحوا لهذاك البروتوكول خصوصا يعني واحد اللقطه ما بغاش تنسى لي ما بغاش تخرج لي من مخي ديال واحد الراجل اجي هز الصوره ديال سيدنا وهز العلم الوطني وهز كتاب الله وهز الصوره ديالو ديال المشاركه ديالو في المسيره الخضراء وقال للسيد العامل خليني نتصور حداك دير هادي حتى واحد ما حيدها لك تصور حدا السيد العامل تصورتي حدا مؤسسه حتى واحد ما قال لك لا تقول له بغيتك لاش للسياسه لانك مرشح. وفي ذاك الوقت بالنسبه لهذا المستشار انا وعدت نفسي وعدت الجمهور وعدت الراي العام انني غادي ننشر هذيك اللقطه وغنشر هذاك الخط ديال البروتوكول وغادي ننشر ما قام به هذا المستشار مرشح سلم على السيد العامل هو والابن ديالو وباقي المستشارين اللي كانوا بالقاعه الشرفيه وانسحبوا وهو قال السيد العامل بغيتك في ذاك الوقت. السيد العامل ما عندوش بيرو مفتوح من الاثنين حتى للجمعه شو واقع انت عندك اللي بغيتي السيد العامل وصل البروتوكول ديال حفل وطني للمسيره الخضراء شو واقع عندك انت
بغيتي العامل في البروتوكول لاش بغيتي في ذاك التوقيت؟ هذا راه خرق للبروتوكول. لاش بغيتي العامل؟ لاش بغيتي العامل؟ بغيتي العامل عنده مكتب، والكارثة هو انت راك في حملة. خلي دوك الناس يديروا الحياد ديالهم، دوك الناس كيديروا الحياد، هادوك الناس كيديروا الحياد. كاينين مرشحين وسطكم، وسطكم داخل المجلس الترابي اللي عندهم ولادهم في السلطة او لأعوان سلطة، وكاينين مرشحين وسطكم اللي كاينين عائلتهم في السلطة، وحتى شي واحد ما تدخل، وحتى شي واحد ما تطاول على الحق ديالكم الدستوري ديال انكم ديروا العمل السياسي، وحتى شي واحد ما تطاول على حقوقكم الدستورية، وحتى واحد ما تطاول على القانون التنظيمي عدد 1314 اللي كينظم لكم انكم ديروا حملة انتخابية وانكم تنتخبوا الرئيس وكاتب المجلس بجلسات علانية. وسير ثاني وسدها، سير ثاني وقل للسلطات وسدوا على المواطنين وسورتوا على رجال الصحافة وسورتوا عليكم. هذيك العلانية ديك الجلسة إلا استثناء، استثناء وتتخبروا السلطات، تخبروا السيد باشا المدينة بأنكم غادي تسدوا الجلسة ولظروف أمنية، لكان غير صداع وكانت غتنوض البنية ويبداو الطير والزراوط. السلطات كتشعروا السلطات أنكم غتسدوها وكتسدوها. بالنسبة لهذه الأمور هذه، هذه الخروقات لا إله إلا الله، بالنسبة لنا حنا كنا كتسدناو، غادي تعطيونا دروس في العمل السياسي، تعطيونا دروس، كنا كنتسناو تعطيونا دروس في العمل السياسي، والله العظيم الا هادشي اللي كنا كنتسناو تعطيونا دروس في العمل السياسي، تحطوا الناشئه على العمل السياسي، يشوفوكم وليدات صغار ويشوفوا ذاك العمل السياسي اللي كديروا وتتنتصروا له، وتحطوا هذوك الشباب باش ينخرطوا بالهيئات السياسيه والتمثيليات ديال الهيئات السياسيه. واحد المنسق جهوي قاسم عنده جوج ديال الاعضاء قاسمهم، واحد حاطو لاجي واحد حاطو لاجي، غلب هذا غنمشي غلب هذا غنمشي. شهادشي يا سيد ممثل الهيئة السياسية المحترم، شهادشي واحد طالب 20 مليون، ولا وحدة حسيته بمجموعة من الفيديوهات، ما غنساش هذا، راسي بغا يوقف. هذا ما يمكنش، هذا ما يمكنش السكوت عنه. صعب رضوان فتح لن يسكت ولن يبتلي على لسانه زهاء هذه الجريمه هذه والجرائم المركبه. تخلف عن الخطاب الملكي السامي وحفل الانصات اللي تراسوا عامل يقلب في خدمه صالح، والسده العاليه بالله، توشيحات واوسمه ملكيه، الاربعه ديال الناس، أربعة ديال الناس اللي راهم قراب مساكن للتقاعد، التفاتة ملكية سامية، ما خليتوش الناس، ما خليتوش الناس يحتفلوا، ما خليتوش الناس يحتفلوا بعيد وطني يفرحوا بالعيد ديالهم، جايين وكاع مكهربين وحالتكم حالة، واحد راجع اللور، واحد المرشح مشى جابو السيد اللي مكلف بالبروتوكول مشى جابو من اللور وجابو للقدام، خلى الكرسي خاوي ديالو، ما كتسلموش، وسلموا على بعضياتكم، ديروا ما كاين والو ديك الساعة حتى يدوز الخطاب الملكي وخرجوا للبنية كاع. ولو أنني ماشي المقصود بها هكا، ولكن كصيغة مبالغة نقدر نقول لكم أنكم تخرجوا ديروا الحملة السياسية المنوطة برجال ديال ديال رجال ديال ديال السياسة، خرجوا ديروا السياسة، خرجوا من الباب الواسع ديروا السياسة، دوزوا ديك الساعة ديال حفل الإنصات ديال الخطاب الملكي، انتصروا لها وانتصروا الأنشطة العاملية والأنشطة
يعني اللي هي منتصره لهذا الحفل، اربعه ديال التوشيحات باسم ملكه الساميه، والخطاب الملكي السامي، الخطاب المولوي السامي اللي كانت فيه اشارات كبيره لهذا اليوم والتضحيات الجسام شهداء الامه وجيش التحرير، والاشارات الكبيره بالخطاب الملكي المولوي السامي من مولانا امير المؤمنين القائد الاعلى للامه. والتضحيات الجسام اللي قاموا بها مجموعه من يعني من الضحايا بحرب الرمال وبتخوم الصحراء وشهداء الامه وجيش التحرير وقدماء المحاربين اللي ضحوا بالدماء ديالهم تجاه القضيه وتجاه القضيه العادله، قضيه الوحده الترابيه، واللي ما تخلفوش حتى بالاجساد ديالهم بالدماء ديالهم تجاه القضيه الوطنيه والاحتفال الوطني بهذا العرس وبهذا العيد، عيد المسيره الخضراء اللي كيصادف 6 من نوفمبر من كل سنه، وكيستحضروا المغاربه هذوك التضحيات الكبار اللي قاموا بها شهداء الامه واللي قاموا بها مجموعه من المحاربين، وقاموا بها كذلك مجموعه من الشهداء ديال الامه وجيش التحرير تجاه القضيه الوطنيه. وتجيو نتوما بغيتك السيد العامل فين وصل البروتوكول، والسيد كيودع الناس، السيد كيودع في الناس بلا حياء بلا حشمه. السيد عامل الاقليم بغيت نهضر معاك، فاش بغيت تهضر مع السيد العامل؟ وصل البروتوكول، هذا خرق البروتوكول زوج المرات السيد المستشار، وانت كتخرق البروتوكول. المره الاولى رجعتي للور ماشي بلاصتك تما، الاماكن المخصصه للساده المستشارين والساده البرلمانيين والساده ديال 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 المستشارين ديال الامه ورؤساء المجالس الترابيه مكتوبين في الكراسه، مكتوب في الكرسي هذاك اللي غتجلس عليه السيد مستشار الساده المستشارين بالمجلس الترابي مكتوبين فيهم. وكذب هذه حتى هي، قولي راه ما كانتش في ديك الكراسه، ما كانش مكتوبين، صورناهم، راه صورنا حتى الكراسه وصورنا حتى هذاك حتى ذاك الكرسي شنو مكتوب فيه. يعني الامر بدا تيزيغ على المعهود، هنا الامور بدات كتمشي في واحد الاتجاه اللي ماشي صحيح، هنا السلطات لازم انها دير المتعين وتشوف هاد الساده المستشارين فين راهم، لان هاد الناس خصهم يديروا حمله انتخابيه ديالهم هاد المستشارين، وخصهم يخرجوا ويتلاقاو مع هاد المستشارين يعني بطريقه اللي هي عاديه، يعني كما كيوقع في جميع المجالس الترابيه قدار هذيك البيريود باش دار حمله انتخابيه. الساده المستشارين ما لقاوش هاد المرشحين، في كاينين واش الواقع عليهم؟ السؤال اللي كيطرح نفسه فين هما هاد المستشارين. السؤال الثاني واش هما عادي هاد الغياب ديالهم او غير عادي؟ السؤال الثالث مع من غادي يديروا هاد المستشارين المرشحين للمجلس الترابي ديال مدينه الفقيه بن صالح؟ مع من غيديروا هاد الحمله الانتخابيه الا كانوا مستشارين ما كاينينش؟ هنا سأنهي هذا البث، ونتمنى ان يعني الانتخاب ديال الرئيس ديال المجلس الترابي للمدينه الفقيه بن صالح ما يزيدش يراكم هاد هاد هاد, 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 هاد الامور هذه، لان الامر اصبح يعني لا يطاق. هذا الامر ديال انتخاب رئيس جديد للمجلس الترابي للفقيه بن صالح اصبح يعني مقرونا بمجموعه من الجرائم، اصبح مقرون بمجموعه من التجاوزات، اصبح مقرون بمجموعه من يعني التطاول على مجموعه من المؤسسات، مجموعه من المؤسسات اللي ميمكنش السكوت عنها. هنا ساقف يعني على الجريمه الكبيره، هي ان الوقار المنوط بالقاعه الكبرى الشرفيه انصار، الوقار المنوط من مستشاري المجالس الترابيه ورؤساء المجالس والاداره الترابيه وجميع المغاربه
تجاه القاعة الصرفية وتجاه البروتوكول العميلي وتجاه المؤسسات، يعني باش نطاولوا على بروتوكول عميلي ونوقفوا يعني واحد البروتوكول مقابل ان بغيتك السيد السيد العامل امتى وانت دير حملة انتخابية، دير حملة انتخابية ومرشح مرشح للانتخابات، واش بغيتي هذاك الراجل وهذيك المؤسسة لاش بغيتيه مادام انت عارف انت برلماني سابق وعارف ان هذاك هذيك المؤسسة كدير سياسة الحياد وكتبقى الوسط بعيدة عليك وعليه وعلى وعلى جميع المرشحين وعلى جميع الأعضاء، إلى درجة أن المؤسسة قامت بإخباركم عن طريق الباشا باشا المدينة، إخباراتكم على طريق الباشا باش ما لا إله إلا الله، لأن ما يمكنش واش حتى العالي